بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك للنادي الأهلي الترشح لدور الثمانية بعد مباراة فنيا كانت سهلة لكن أحداثها هي اللي كانت عصيبة. النادي الأهلي مبارح ربما الناس قبل المباراة كله متخيل مباراة صعبة وهيبقى فيه مشاكل وهجوم، وفعلا النادي الأهلي نفسه ما كانش في أفريقيا، يعني ما كانش مطمن المتابعين والجماهير من ساعة مباراة بلاتينيوم ستارز في هراري عاصمة زيمبابوي. لكن بعد أول 5 دقايق من مباراة كل اللي بيتفرج عليها قال مباراة سهلة جدا جدا للنادي الأهلي، ويعني لحد ما ظروف المجموعة هي اللي صنعت الهالة الكبيرة دي حول فريق الهلال. فريق مجتهد بدون شك، أكيد اللعبة بتحاول إن هي تقدم أقصى ما عندها، ولكن بصراحة ما فيش أي مقارنة ما بين إمكانياتهم وإمكانيات النادي الأهلي، وكمان حتى خططيا وتكتيكيا في الملعب المباراة كانت سهلة جدا على لعيبة النادي الأهلي. أنا أعتقد هم بعد مرور 5 دقايق وعشر دقايق على أقصى قدير بدأوا يحسوا إن المباراة في المتناول. طيب ليه النادي الأهلي كان متفوق، وهل النهاردة امبارح طبعا التأهل والتفوق ده كان تفوق نقدر نديله 9 من 10؟ لا، كان في بعض المشاكل الفنية هنتكلم عليها، لكن تعالوا في الأول نقول ليه النادي الأهلي كان هو الطرف الأفضل لغاية بالظبط لحظة حدوث المشاكل، وبعد حدوث المشاكل الفريق لحد ما حصل فيه بعض المشاكل الفنية. ببساطة فايلر نجح تماما في يعني ان هو يقدر يزنق نادي الهلال في نص ملعبه ويستحوذ على الكرة بشكل سهل جدا، ساعده فيه نادي الهلال. ليه؟ نادي الاهلي لعب بالطريقة العادية بتاعته 4-2-3-1، نادي الهلال ببساطة لعب على ابسط هجمة او ابسط لعبة ممكن اي فريق يحب ان المنافس بتاعه يلعبها، وهي يلعب الكرة الطولية. كل هجمات نادي الهلال طوال 70 دقيقة حتى بعد النادي الاهلي ما تقدم بالهدف كانت باسلوب واحد، حاطط 2 رؤوس حربة جنب بعض وبيلعب لهم الكرة من الخلف، يعني خط الوسط نادي الهلال ده امبارح ما كانش موجود، الكرة كانت بتتلعب من خط الدفاع لاتنين مهاجمين. ايه مهمتهم بقى؟ مهمتهم ينزلوا الكرة للناس اللي جاية من خط الوسط، كانوا بيلعبوا على الكرة التانية. نادي الهلال 70 دقيقة بيلعب على الكرة التانية، ومن الكرة التانية يبدأ يبحث عن حاجتين، لا اللاعب يسدد من خارج منطقة الجزاء، لا الكرة تروح للطرف وتتلعب كرة عرضية بعد ما الثنائي يخش جوه منطقة الجزاء. وبالتالي مهمة النادي الأهلي في استرجاع الكرة كانت سهلة جدا. ليه؟ إن ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بصراحة قدموا مباراة مميزة جدا في الكرات العالية، قدروا ياخدوا معظم الكرات العالية، بس كان في مشكله وحيده عند الاثنين. ايه هي؟ بعض الكرات وانت بتاخدها وبتشتتها لازم تتشتت كده، لازم تتشتت كده، اوعى تشتتها في مكانك. ياسر ابراهيم عمل واحده خلاها فوق راسه ويعني علاها بشكل كان في مشكله، ولما نزلت الكره نادي الهلال احيا الهجمه قالوا جديد. دي كانت بس المشكله اللي عند ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في مساله التعامل مع الكرات، لكن بخلاف ده كل الكرات العالية ياسر ورامي قدروا ياخدوها بشكل مميز ومنعوا نادي الهلال. أول 45 دقيقة زيرو فرص لنادي الهلال على مرمى محمد الشناوي. طيب نادي الأهلي بقى هجوميا كان مميز في إيه؟ نادي الأهلي كان مميز عن طريق 2 لعيبة عايز أركز عليهم، هما جونيور أجيه ومحمد مجدي قفشة. محمد مجدي قفشة طبعا هو غاب عن ماتش نجم الساحلي لأسباب انضباطية اتكلمنا فيها كتير، وجونيور أجيه بصراحة عمل دور رائع جدا جدا مع مجدي قفشة في عملية استلام الكرة وصنع اللعب. الاثنين بصراحة كانوا مميزين، لكن مجدي قفشة كان سايب خالص الطرف ما بيروحش عنده، سايبه لجوني أجاييه، وجوني أجاييه ناجح جدا ان هو يتغلب على الفول باك لنادي الهلال في مسألة استحواذ على الكرة واللف بيه وان هو يخترق ويستلم الكرة. هنا في الوقت كان في مجدي قفشة بيبقى تحت الرقابة، كان في دايما لاعب ملاصق ليه مش بيستلم الكرة بسهولة، فكان لازم أجاييه هو اللي يستلم الاول، بعد كده مجدي قفشة يهرب وياخد منه الكرة وينطلق بيها بوشه. كانت لعبة حلوة قوي اتعملت كتير، الهجمة بتبدأ عند جونيور، مجدي قفشة ينزل بيه المان بتاعه نص الملعب لغاية لما ياخده ومجدي قفشة يستلم الكرة بوشه، وبعد كده ينطلق ويبدأ يمرر الكرة. وما زلت انا على المستوى الشخصي
مروان عمل امبارح مقطع مباراه جيده في ظل الظروف دي، لكن انا في وجهه نظري برضو تاني بحب السترايكر الصريح في الطريقه دي، يبقى مهاجم سريع مش بطيء. ده كان شكل النادي الاهلي الشوط الاول، والنادي الاهلي قدر عن طريق اللعبه دي جو اجاي ومجدي قفشه حصلوا على كم هائل من الضربات الثابته حوالين منطقه الجزاء. النادي الاهلي للاسف ما قدرش يستغلها الاستغلال الجيد، لكن اللاعب بيتفرج عارف ان النادي الاهلي الهدف جاي جاي. وفي الشوط الثاني خد النادي الاهلي نتيجه جهده في الشوط الاول طبعا بعد التمريره الرائعه من عمرو السوليه لحسين الشحات، ما فيهاش اي تسلل ولعب الكره عاديه لمجدي قفشه فعلا اللي اساب، يعني خد اسابه على مجهوده في الشوط الاول وقدر ان هو يجيب هدف المباراه. طيب كل ده انت ماشي بشكل جيد جدا، مفروض في وجهه نظري غلطه فايلر الوحيده اللي انا ممكن احاسبه عليها، يعني انا بصراحه فايلر هديله 8 من 10، بس مش هديله 9 من 10. ليه؟ ببساطه كان لازم بعد الدقيقة 65 انت شفت مروان وقع بدني، كان لازم تسحب مروان زي ما سحبت اجايين. اجايين برضو اتسحب، كان هو طبعا بيعمل دور دفاعي مميز جدا، بس هو سحب عشان هو تعب. كان لازم تنزل الاثنين مع بعض، كهربا واليو بادجي. ليه؟ الاثنين شفنا ان دفاع نادي الهلال في الدقايق الاخيرة بدا خلاص كله طاير، كله طاير، حتى في واحد مساك طار في الاخر، فانت بتلعب على مدافع واحد بس وكشف مدى التسلل، فكان طبيعي جدا تستغل حسين الشحات عملها مره، وكهربا طبعا عملها فراد اللي هو ضيعه، وقالي بادجي اعتقد لو كان عنده مساحه وعنده وقت انه ينزل فيه قبل ما الدنيا قاعده تتأزم بعد الاحداث الاخيره دي اللي خرجت تركيز لعيبه النادي الاهلي، كان ممكن يجيب الثاني والثالث، بس كنت انت عايز انت يعني تركز مع اللعيبه اكتر. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي قدم مباراه جيده، ويتبقى بس الغلطه الوحيده بقى في الاخر عايزين نتكلم برده عليها عشان ما ننساهاش، فكرة أول ما الكورة بتنزل في الهجوم العشوائي في دفاع النادي الأهلي كل اللعيبة خايفة تعمل بينالتي. ده أمر صعب جدا، أمر صعب جدا. الأربع لعيبة كانوا واقفين، عمرو السولية رامي وياسر ومحمد هاني، كله خايف يشتت الكورة، كله خايف من البينالتي لغاية ما الكورة اتلعبت يعني مش وانتو الكورة اتمهدت ثرو باس داخل 6 ياردات، وطبعا الشناوي لا يسأل عن الهدف. فبالتالي هي دي بس بعض المشاكل اللي برضو ممكن يعني نبررها، ان اكيد بعد المشاكل اللي حصلت اللعيبة خافت واللعيبة قلقت، لان بصراحة الجو مش جو رياضي مش جو كورة، بس احنا بنحاول ان احنا نركز نطلع بعض السلبيات عشان ناخد بالنا منها قبل دور الثمانية اللي اكيد هتبقى المنافسه فيه مختلفه خالص عن اللي شفناه في دور المجموعات. ده ببساطه كان تحليل سريع لمباراه النادي الاهلي والنادي الهلال كان في السودان. الف مليون مبروك للنادي الاهلي التاهل، طبعا مبروك طبعا لنادي الزمالك اكيد طبعا التاهل، وخلاص ما بقاش دلوقتي في الوقت الحالي في مساحه ان الاثنين يواجهوا بعض الا اذا الكاف خد قرار بالنادي الاهلي يكسب المباراه بسبب اقتحام الملعب، وده اللي احنا اكيد هنعرفه بكره، ويبقى اكيد الحسم يوم الاربعاء في قرعه دور الثمانيه لدوري الابطال. شكرا جزيلا كريم سعيد.